وسهلا بكم مشاهدينا مع هذه اللقطات الجوية والأرضية لأسواق المباركية. نرحب فيكم من جديد وانطلاقة جديدة لهذا البرنامج اللي دائما يأتيكم أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع من الثامنة ولغاية التاسعة مساء في هذا المكان التاريخي والتراثي الجميل. نقضي وقت ممتع مع أخواننا المواطنين والمقيمين وزوار هذا المكان التراثي الكويتي من خلال فقرات عديدة ومتنوعة راح تتعرفون عليها إن شاء الله من خلال سير الحلقة لغاية الساعة التاسعة مساء. أهلا وسهلا بالجميع مرة ثانية وبزملائي منال ونجيب. أهلا وسهلا فيك منال. مساء النور، شلونك؟ الله يطول عمرك. الحمد لله. مساء الخير، مساء النور والنوير على متابعينا الكرام، حياكم الله معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أسواق المباركية، وتحديدا من وسط أسواق المباركية وشارع الصراريف. حياكم الله معنا اليوم في مواضيع جميلة وأحاديث شيقة وفرق موسيقية دائما تشاركنا في حلقاتنا ومواسمنا، دليل على الجهد المبذول ما بين إدارة أسواق المباركية ووزارة الإعلام. فرقتنا اليوم سعد معنا فرقة القصر الأحمر. نعم، فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية راح تنطرب وتطربنا معها للساعة 9، لكن الفرقة مستمرة وياكم للساعة 10، وما بي أطول وننتقل حق زميلي صاحب المسابقات السهلة الصعبة شوية مويد نجيب القحطاني. مساء الخير. شكرا زميلتي منال، مساء عليك بالخير ومساء على سعد وعلى المشاهدين الكرام اللي دائما يتابعونا في هذا البرنامج المميز نتكلم عنه عن اسواق المباركيه. مثل ما تفضلت زميلتي منال، اسئلتنا سهله كلها على الكويت، اختيارات شغلات بسيطه، ومسؤوليننا في وزاره الاعلام يعني قالوا حاولوا انتم سهلوا الاجابه كثر ما تقدرون، ان يعني هالمكافاه الماليه هذه مقدمه حق هالجمهور سواء من داخل الكويت او من الخليج او من اللي موجودين معنا في اسواق المباركيه، لان انت تعطي معلومه وهالمعلومه هذه يستفيد منها المشاهد طبعاً، يستفيد منها كذلك اللي زايرنا اسواق المباركيه. نعم. اذا انت سالتنا ذاك الاسبوع سؤال انا ويا ابو فهد وجاوبنا وما شفنا جائزه. لا حاضرين، انتوا الجائزه بعد الهواء ان شاء الله، تامرون وين ما تبون انا حاضر. الجوائز تسلمها على الهواء، ايش معنى احنا احنا زملاء مذيعين اعلاميين، فبعد الهواء عقب ما نخلص وين ما تبون نعطيك الجائزه. ماشي، الله يعطيك الصحه والعافيه. على طاري يعني اهتمام اخواننا يعني في وزارة الإعلام والتنسيق مع البلدية وإدارة أسواق المباركية، أيضا يحرصون على وجود الفرق الشعبية بشكل أسبوعي معنا أيام الخميس والجمعة، فرق شعبية تؤدي أغاني كويتية تراثية جميلة. يعني قاعد نشوف يعني حتى الأطفال الصغار قاعد يطربون معاهم، وإذا بدأوا يغنون تشوف يعني جمهور كبير قاعد يعني داير مداير الفرقة وقاعد يغنون معاهم وقاعد ينسجمون معهم. وهذه الشغلة الحلوة أن التراث الكويتي يستمر من خلال الأجيال. أكيد يعني أساس أن الفنون الشعبيه هذه ما تكون بطي النسيان وتنسي وتروح ويكون عفى عليها الزمن مثل ما يقولون. الفرق الشعبيه مستمره وياكم على الهواء عبر الفضائيه الكويتيه للساعه 9، لكن الفرقه مستمره لايف على الهواء مباشره من المباركيه. يعني يمديك الحين تدق سيارتك سلف وتينا المباركيه، تجيبهم العيال والعيال وتتعشون، وعقب تقعد للساعه 10 تسلطن مع الفرق الشعبيه والفنون الجميله. وبعدين الجو ممتع يعني منال، الجو أكيد. ما شاء الله من احلى ما يمكن، والجو براد والجو جميل جدا. يعني اللي اسواق المباركيه بالسابق يمكن قبل شهر تقريبا كان يمكن الجو فيه شويه حروره، لكن الحين ما شاء الله الجو من احلى ما يمكن. يمكن لو تشوفين العائلات اللي دار مدارنا، العائلات اللي يزورونا، العائلات اللي موجوده كذلك عند الفرقه الشعبيه، فهم مستمتعين. واكثر من يعني شخص يسالني على طار الجو بعد يعني نجيب، بدينا نشوف يعني مظاهر الشتاء تطلع، يعني في بعض الملابس الشتوي الحين. اتوقع من الاسبوع الجاي الكل راح يلبس شتوي، خاصة وان خبراء الارصاد الجوية يقولون يعني من يوم 25/12 خلاص يبدا يعني الشتاء الفعلي بالكويت. عشان كذا قاعد نشوف يعني والله الجو حلو، المظاهر الشتاء، وحتى يعني المحلات التجارية الشعبية بدأت تنزل يعني البضاعة الشتوية، بدينا يعني نشوفها الخامات الشتوية يعني، وهذا يعني ناس وايد يعني ينتظرون الشتاء وينتظرون الجو الجميل. يعني منو ما ينتظر الشتاء؟ منو ما يحب الشتاء؟ الاجواء الجميله، البريدات، المطر، يمعة عائله بالبر على الدواء والفحم والشاي، شاي النعناع والشاي القوري، شاي على الفحم،
والحليب المهيل صح والخبز اللي راح موسم البر بدا من تاريخ 15 11 إلى 15/3 ان شاء الله. لحنا ان شاء الله يعني مخيبين الجماعه والاهل ان شاء الله. تدري عقب ما تخلص البرنامج ودك تروح، خاصه الاجواء بالبر جميله جدا، واذا سمعت الاذراذ هالمطر عليك بالخيم وانت قاعد تستمتع من احلى ما يمكن. نعم خيمت؟ خيمنا. وين مخيمكم؟ خيمنا صوب جنوب. جنوب سعد. لا والله انا بزور عنده ما دام حاط مخيم مرخص. عيل بني يزورك لان انا مو من اهل البر. انا من اهل البر. عموما مشاهدين احنا متواصلين معاكم، ونشوف هالفاصل هذا ونروح الى فرقه القصر الاحمر اللي مشاركينا في حلقه اليوم.
رجعناكم مشاهدينا الكرام ونستقبل ضيوف فقرة الأولى من حلقتنا الجميلة جدا، مدير المعهد الديني فرع الأحمدي السيد الأستاذ سليمان الحربي ورئيس قسم العلوم الشرعية في المعهد الديني فرع الأحمدي الأستاذ عبد المحسن العصيمي والطالب الجميل والمميز من المعهد الديني فرع قرطبة علي العصفور. حديث جميل وعن حملة جميلة جدا تمت صباح هذا اليوم على مستوى المعاهد الدينية في الكويت وبادرة جميلة جدا ما راح أتكلم عنها، نشوف التقرير وعقب نتناقش عن الحملة الجميلة اللي صارت هذه بوجود ضيوفنا الكرام. جميلة قامت بها إدارة المعهد العالي إدارة المعهد الديني في دولة الكويت في مختلف أفرعها بتوزيع كسوة الشتاء لعمالة أسواق المباركية بقيادة الأستاذ مدير المعهد الديني فرع الأحمدي السيد سليمان الحربي. مساء الخير أستاذ، يا مساء، حياك الله معنا. الله يحييك أخت منال، يبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا فيك أستاذ سليمان، يعني بادرة حلوة وجميلة ومو غريبة على أهل الكويت، يعني أهل الكويت تعودوا على مثل هذه الأمور، ولكن ودنا نتكلم على بادرة المعهد الديني اللي تمت اليوم في أسواق المباركية بما أن اليوم في الأسواق، وبعدين إن شاء الله راح نتكلم بشكل موسع عن نشاطكم. يعني طبعا اللهم لك الحمد، اليوم مثل ما قالت الأخت وشفنا بالتقرير أن كان ولله الحمد المعاهد السبعة اشتركنا جميعا تحت رعاية مدير إدارتنا الأستاذ أنور عبد الغفور في هذه الحملة المباركة، وكان هدفنا أن يعني توزيع 150 كسوة حق عمال الأسواق المباركية والأسواق القريبة. اللهم لك الحمد حققنا الهدف، وبمساعدة الحمد لله معلمينا ومعلماتنا وكذلك الطلبة والطالبات اللي كان لهم يعني ولله الحمد يعني كأنه درس عملي اليوم، يعني ساهموا في التوزيع وكانت الفرحة ولله الحمد على وجيه الجميع، والحمد لله رب العالمين يعني حققنا ولله الحمد الهدف من هذه الحملة. الحمد لله. الأستاذ عبد المحسن العصيمي رئيس قسم العلوم الشرعية، شلون تمت الفكرة هذه؟ منو اللي بادر فيها؟ التجهيزات الاستعدادات اللي تمت لتوزيع كسوة الشتاء لعمالة أسواق المباركية؟ طبعا في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على استضافتنا في هذه الليلة الطيبة. أهلا وسهلا فيك. وقبل أن نبدأ في الموضوع هذا نحمد الله على سلامة والدنا صاحب السمو وخروجه من المستشفى
واقول ان شاء الله اجر وعافيه يا ابو ناصر، وشوفك دايم صحه وعافيه. طبعا الفكره هذه نابعه عن القيم من قبل وزاره التربيه، نعم، توزعها على جميع مدارس الكويت من ضمنها المعهد الديني. فعندنا قيمه الفتره هذه قيمه الاحسان. فتعرفين الشيء النظري غير الشيء العملي، اكيد. فحبينا ان نغرس هذا الشيء عمليا في الطلبه. فبادر الخوات جزاهم الله خير عندنا في المعاهد بطرح الفكره، وطبقوها في احد المعاهد، اعتقد الفروانيه عندنا وفي قرطبه كسوه الشتاء هذه. ف كان لها صدى حلو في المعهد. قال طيب ايش رايكم لو رحنا مباركيه؟ هذه ترى على قولتهم البدايه. صح. فتشجعنا اللهم لك الحمد وجمعنا مبلغ حلو، وسوينا عاد المشروع اللي انتم شفتوه اليوم هذه، اللفته الحلوه اللي هي كسوه الشتاء. جزاكم الله خير. وجدنا صدى طيب والله. نعم. علي بصفتك انت اي مرحله علي؟ اي صف؟ ثامنة. اليوم شاركت بالتوزيع؟ اي شاركت. عبارة عن شنو؟ شنو اللي وزعته علي؟ كبوس. ايه. وجاكيتات. ايه. ومثل هذه اللي تنحط عليها سكارف. لفة. لفة. وتكرمين انطلقت. نعم. انا قبل ابو فهد يسألك سؤال، شنو كان شعورك لما انت دشيت سوق المباركية وقعدت توزع الكسوة حق الناس وعمالة الاسواق؟ كنت كان شعور وناسة. حسيت ان انت قاعد تسوي انجاز جميل. صح. قاعد اسوي انجاز حق الدوله. بسم الله عليك، عسى الله يحفظك يا رب. امين يا رب العالمين. استاذ سليماني قبل شوي الاستاذ عبد المحسن يقول انها بادره، فاكيد يعني عندكم خطه مثلا، يعني احنا في بدايه الشتاء في اماكن مختلفه. احسنت. يعني نجاحها اليوم هالصدى الطيب راح ينتقل الى مكان ثاني ان شاء الله يعني. طبعا اللهم لك الحمد، الحمد لله. يعني المبادرات ولله الحمد في تقريبا كل شهر راح ان شاء الله يكون راح يكون عندنا فعاليه كبيره على مستوى المعاهد. يمكن النيه ان شاء الله الفكره القادمه باذن الله توزيع الويتشير على بعض المستشفيات. في للاسف ان مستشفيات معينه فيها نقص حاد، فاللهم لك الحمد الاخوان في المعاهد والخوات يعني حبوا يبادرون في ان يعني يساهمون في الويلتشير ان شاء الله في توزيعها. ايضا ولله الحمد للمره الثانيه ان شاء الله على التوالي سويناها العام وهالسنه اللي هي حمله التبرع في الدم. نعم. كنا الحمد لله العام سويناها وكانت نجحت ولله الحمد. وطبعا هذا هم ترجمه يعني فعليه لحب الوطن ان نتبرع دمائنا ولله الحمد. كان حتى من خواتنا المعلمات يعني كان ما شاء الله العدد يعني وصل طاف الخمسين، واحنا كذلك تعدينا يمكن الستين، فكان تقريبا 110 اكياس دم ولله الحمد. هالسنه باذن الله راح نكسر هالرقم ان شاء الله الى رقم افضل باذن الله. وطبعا في كذلك مبادرات ثانيه منها زياره المرضى، منها يعني كذا مبادره. طبعا اللهم لك الحمد ادارتنا متمثله يعني في مدير الاداره والاخوان اللي معاه والخوات طبعا يشجعون مثل يعني هالامور. وطبعا كل هالاشياء هذه يعني تعلمناها طبعا من ديننا الحنيف وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذلك اميرنا الله يحفظه ان شاء الله قائد الانسانيه. آمين. اللي ما شاء الله يعني سباق ونتعلم منه، ويعني اللهم لك الحمد مثل ما قلتوا ما هي غريبه على اهل الكويت. صحيح. مثل هالامور. لا. دائما اهل الكويت جبلوا على فعل الخير من عمر والحمد لله، واحنا او الكويت واهل الكويت مشهورين باعمال الخير ومحسنين اهل الكويت كثر. بادره الاحسان اللي جت الفكره من بعض مدرسات المعهد الديني، هل في بادره احسان رقم اثنين في نص موسم الشتاء؟ والله ما اخفي لك وانا اخوك واخوي سعد يعني فعاليه اليوم جعلت هناك في تحمس كبير عند سواء المعلمين والمعلمات او عند الطلبه، حتى يقولون متى الفعاليه الثانيه. تمام. حلو. فهذه بادره طيبه والله، وصداها وجدناه حلو، وخاصه ان كبار السن الكويتيين يعني جونا من دفعين ما شاء الله، واخذوا من الكياس هذه وقاموا يوزعونها على العمال. يعني صارت مشاركه داخل يعني من شاركتوا يعني خليتوا الناس يشاركون ايضا انه يوزعون بالعكس. وبادروا وشاركوا وشكروا بعد. حضرتك ذكرت من قبل شوي انك تم جمع تبرعات لبادره الاحسان، التبرعات هذه كانت داخل محيط اداره المعهد الديني ولا من برا؟ لا لا المعلمين جزاهم الله خير يعني فقط. نعم. اي يعني من عندهم هكذا.
ما فتحتوا باب التبرعات من الاهالي المناطق اولياء الامور؟ بالعكس الكل يبي يحب يشارك. والله صحيح، لكن طبعا يعني لجان الخير الحمد لله يعني موجوده ومتوفره، فاقتصرنا على بس معلمينا ومعلماتنا، لان يعني الله يعني العدد ما كان كبير والمبلغ كذلك ما كان كبير، لكن يعني باذن الله يعني ان شاء الله في الانشطه الثانيه يعني ممكن الاستعانه باللجان ما شاء الله الخيريه، وما راح يقصرون باذن الله. اكيد يمكن الطالب يعني على العصفور اللي موجود معانا ما شاء الله كل شوي قاعد يقول لنا واحد انه قال قصيده اثناء توزيع يعني كسوه الشتاء على الموجودين العمال. اخذ الضوء علينا اليوم هو. اخذ الجو كله يعني. يستاهل علي. الله يحفظه. قال له قصيده في والدنا الغالي. ما شاء الله بصاحب السمو ما شاء الله يعني مميزة. علي والله نسمع القصيدة، منو اللي كتب لك الكلمات؟ هذا أخوي العود. إيه نعم. محمد فيصل عصور. والنعم. إيه. ممتاز. كتبها وحفظك إياها. يلا. هذه كامرتك ونبي نسمع. يلا. قالوا صباح قلت يا شيخ الإنسانية مكمل المشوار اللي من سنين عهدناه. قالوا صباح قلت يا طيب العيش الهنية معزتك وكرمك في القلب ما نسيناه. حامل يتامى حافظ حقوق الأرملية الساعي للخير من يوم عرفناه. لا تلوموني يا بشر حقه ما قدر أوفيه بكم بيت بهالقصيدة اللي كتبناه، لكن أسأل ربي رب الكون والبرية اللي دعيناه بدوم النعم وحمدناه يحفظ لنا ديرتنا وشيخ الإنسانية ويقدرنا على فعل الخير اللي سعيناه. وسلامتكم. سلم حسانك. صح حسانك. شكرا لك يا علي وما شاء الله عليك. يعني اليوم مشاركتك علي يوم وزعت الناس شنو قاعد يقولوا لكم العمال والشغلات شنو كان ردة فعلهم؟ شنو شفت انت اليوم هنا؟ مستانسين فرحانين. اي هذا شجعك يخليك المره الجايه اذا كان في بعد ايضا بادره انك ايضا تشارك معاهم. يمكن يعني اذا ما كان المعهد الديني واساتذتك سووا البادره هذه كان ممكن انت تسويها من كيفك؟ عندك تشادي الزايده مالت العام، شغلات زايده ما تبيها ونظيفه، ممكن ان انت كنت تسوي يعني كل بادره سنة. كل سنه كذي اوديها حق اللجنه الخيريه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. عسى الله يحفظك ان شاء الله. يعني ممكن استاذ سليمان قاعد يشوف ايضا كان يعني العديد من يعني الطالبات كانوا مشاركين، فايضا يعني ان من خطتكم لكل الطلبه يعني اللي موجودين انه يشاركون بمثل هذه الفعاليات مثل ما قال اخونا عبد المحسن يعني بشكل عملي. نعم فعلا اخوي سعد، يعني ما شاء الله يعني حتى في عندنا طالبات يعني من البعوث تقريبا عدد طلاب وطالبات البعوث يتعدى 300 طالب وطالبه. يعني اللهم لك الحمد من تقريبا 22 دولة ما شاء الله. فما شاء الله حتى واحدة من طالباتنا ما شاء الله ألقت كلمة باللغة الإنجليزية، فكانت يعني ما شاء الله شعورها وألقاها طيب. فطبعا تشكر فيها دولة الكويت وما شاء الله يعني الفعالية لليوم ما شاء الله عطت يعني الجميع يعني الفرحة وال يعني ما شاء الله لقيناها حتى مثل ما قال أخوي عبد المحسن حتى الأهالي ما شاء الله قاموا بالتوزيع، وكانت عندنا بعد هدايا حق الجمهور وحق أطفالهم، فاللهم لك الحمد يعني كسبنا اكثر من هدف وحققناه ولله الحمد. الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن. استاذ عبد المحسن رساله توجهها لاهل الكويت. والله اقول الله يعطيكم العافيه بصراحه ديرتنا وهنا عسى الله يحفظهم. انا اسميهم رمز للخير والعطاء وكل يضرب الحمد لله فينا المثل. واتمنى ان شاء الله من اهلنا في الكويت على جميع كبارهم وصغارهم حافظوا على الديرة. الديرة تبي منكم أكثر وأكثر. عسى الله يحفظنا ويخلينا نستمر في هذا العطاء إن شاء الله. اللهم آمين. إن شاء الله. يمكن أستاذ سليمان يعني معروف أن المعهد الديني فيه منح دراسية يعني طلبة يجون من برا. يمكن هذيلا يعني بالنهاية عندما يشوفون ويتعلمون مثلا هالعمل الخيري أكيد بالنهاية بيصيرون سفراء للمعهد الديني وسفراء للكويت برا يعني. صحيح. أكيد. أكيد طال عمرك يعني ما شاء الله هم راح يكونون طبعا يعني ما شاء الله قنوات إعلامية تقريبا صح. نقدر نسميها يعني ما شاء الله يعني الكويت معروفين حتى يعني يمكن للأيتام اللي جان تكفلهم يعني ما شاء الله يعني يذكرون الكويت يدعون لأهل الكويت دائما في الخير. كذلك ما شاء الله طلبتنا يعني ما شاء الله بعضهم تخرج وتبوأ ما شاء الله مناصب يعني عالية في دولهم وطبعا هذا اللهم لك الحمد مفخرة يعني لنا ولله الحمد. الحمد لله. علي شنو طموحك لما تتخرج من المعهد الديني؟ يعني شلون؟ يعني وين مفكر توصل؟ دراسة، ماجستير، دكتوراه، شنو اللي حطه؟ شنو المستقبل اللي أنت راسمه لك؟ لا
ان شاء الله بصير دكتور باذن الله. دكتور شنو؟ دكتور طبيب. الطبيب جراح. جراح. جراح تعالج باذن الله. عسى الله يوفقك ويحقق لك امنيتك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، حلقة جميلة جدا وبادرة جميلة جدا كانت من إدارة المعهد الديني صباح هذا اليوم بتوزيع كسوة الشتاء لعمالة أسواق المباركية، وهذا شيء ليس بغريب على أهل الكويت، لأن أهل الكويت وأهل الخير دائما جبلوا على فعل الخير. كان معنا مدير المعهد الديني فرع الأحمدي الأستاذ سليمان الحربي، ورئيس قسم العلوم الشرعية في المعهد الديني الأستاذ عبد المحسن العصيمي، والطفل الجميل والطالب المتألق دائما علي العصفور، وقصيدته الجميلة اللي ألقاها لحضرة صاحب السمو عسى يطول عمره ويخليه. بنكمل حلقتنا وفقراتنا معاكم، وبعد الفاصل نلتقي لزميلنا نجيب والفرقة الشعبية. شكرا منال وسعد، وهي اسواق المباركيه، هالجو الجميل الحلو، هالعائلات اللي موجوده معنا من داخل الكويت ومرة الكويت، الكل ما شاء الله مستمتع في هالجو الجميل. لكن مسابقاتنا واسئلتنا حق الجمهور الطيب اللي موجود معنا، ناخذ اول متسابقه. حياك الله، تفضلي. حياك الله، مساك الله بالخير. مساء النور. تعال لو سمحتيني شوي. سؤالنا سهل ما يبي له شيء، بس ركزي. من الحرف الكويتيه القديمه التي عمل بها البعض من الكويتيين لعمل الزبيل والمخمة وغيرها من مستلزمات المنزل الكويتي، ركزي معايا في مكافأة. النداف، الخواص، القفاص. نداف. تسأليني ولا تجاوبين؟ جاوبين؟ ايه. أثبت؟ ثبت. شنو؟ نداف. النداف، الخواص، القفاص، واحدة منهم. الخواص. ما أدري شو تقولين. النداف. ندى؟ ايه. اثبت؟ اثبت. اكيد؟ اكيد. ما تغيرين؟ لا. ما تغيرين؟ لا. والله ودي اربحك بس للاسف. ناخذ المتسابقه اللي بعدها، مشكوره. تفضلي يمه. حياك الله. انت بتحلين هذا السؤال، انا ادري بتجاوبين عليه. مساك الله بالخير. الله بالخير يا اهلا ومرحبا. يعطيك العافيه يمه، خليك قدام الكاميرا. من الحرف الكويتيه القديمه اللي عمل بها الكويتيين لعمل الزبيل والمخمه وشغلات وايده حلوه. النداف، الخواص، القفاص، واحدة منهم. خواص. خواص؟ خواص. والله الخواص، عليك بالعافية. أنا قلت أنت بتحلينا، ما شاء الله، يعطيك العافية، ألف مبروك، حياك الله، يعطيك العافية. ناخذ اللي بعد السابقة اللي بعدها. مساك الله بالخير. هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. سؤالنا سهل ما يبي له شيء، من هو الثنائي الذي قام بأداء بريت المطرب الكويتي؟ ركزي معاي ها. عبد السعد الرضا، صار الشراح، او عبد الرحمن العقل، هدى حسين، او خالد النفيسي، سعد عبد الله، واحده منهم صح. عبد الرحمن العقل. منو؟ عبد الرحمن العقل. ومنو؟ هدى حسين. هدى حسين. ايه؟ ما تغيرين؟ لا. أكيد؟ اكيد. اثبت. خلاص. ايه؟ والله للاسف، مشكوره. ناخذ اللي بعد المتسابقه. حياك الله، مساك الله بالخير. مساء النور. نفس السؤال، من هو الثنائي الذي قام باداء بريت المطرب القديم؟ عبد الرضا، صار الشراح، او عبد الرحمن العقل، وهدى حسين، او خالد النفيسي، سعد عبد الله، واحده منهم صح. مره ثانيه الاختيارات. نعم. مره ثانيه. حاضر. الفنان عبد الحسين عبد الرضا، وانتصار الشراح، او عبد الرحمن العقل، وهدى حسين، او خالد النفيسي، سعد عبد الله، واحده منهم صح. سعد عبد الله، ما عبد الحسين عبد الرضا. انا ما قلت عبد الرضا، انتصار الشراح في عبد الرحمن العقل، هدى حسين، وخالد النفيسي، سعد عبد الله. ها، شو تقولي؟ سعد عبد الله. ومنو؟ وانتصار الشراح. يعني انتصار الشراح؟ انتصار. تأكده؟
اكيد انت تقدر. انت كريم واحنا نستاهل. نستاهلين والله. انزين انت قلتي سعد عبد الله، لكن الثاني منو؟ الثاني مره ثانيه. انت قلتي صح سعد عبد الله وخالد النفيسي على شو العافيه. الف مبروك، حياك الله، تستاهلين، حياك الله، تفضل، مساك الله بالخير. بنور اسلم، يعطيك العافيه. خلنا قدام الكاميرا هني، في اي عام تم تاسيس معرض الكويت الدولي؟ والله تقريبا اعتقد هو بالثمانينات يعني. انا اعطيك اختيارات: 1971، 81، 91. يعني انا اقول بالاخير مو وسطها. شنو؟ بال 81 تقريبا. اثبت؟ ثبت. خلاص؟ خلاص ما تغير؟ ما خيب. والله للاسف. يعطيك العافيه. 91 عروض. يعطيك العافيه، حياك الله، تفضل تفضل، مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. تعرف عليك؟ حميد العجمي. حياك الله يا حمود. من وين؟ من المملكة العربية السعودية. الكويت. من الكويت، حياك الله. في أي عام تم تأسيس معرض الكويت الدولي؟ 71، 81، 91. 71. أكيد؟ أكيد. أثبت؟ أثبت. ما تغير؟ ما غير. والله إنك ما تغير. ألف مبروك، حياك الله، يعطيك العافية. راح نرجع ونطلع فاصل ونروح لموقع آخر في أسواق المباركية. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، متواصلين معاكم فقراتنا العديده والمتنوعه في اسواق المباركيه لغايه الساعه 9 مساء. احنا دائما نسعد عندما نلتقي بمواطنين كويتيين، خاصه المبدعين، منهم اللي يقدمون الشغلات الايجابيه عن دوله الكويت، وخاصه اللي ينقلون هذا الابداع الى خارج دوله الكويت. اليوم معنا مصمم ديكور منزلي مواطن كويتي، أسامة الجاسم. هالإبداع هذا الكويتي خلاه يصير مدرب، وأيضا ينتقل بهالورشة التعليمية إلى خارج دولة الكويت خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله. راح نتعرف أكثر من خلال لقائنا مع أخونا أسامة الجاسم. أهلا وسهلا فيك أبو يوسف، حياك الله معنا. حياكم الله. يا أهلا وسهلا فيكم. حياك الله أستاذ أسامة. يا أهلا ومرحبا فيك. دائما أنا أعرف فن السريالي، الفن التجريدي، الفن هذا فن الاركت. اي نعم. غريب شوي. طبعا هو فن الاركت، يعني هو تكلمنا احنا عليه من قبل، هو فن قديم يعني من 7000 سنه ايام العصر الفرعوني خلينا نقول. نعم. وانتقل طبعا احنا حق الدوله العثمانيه، وبعدها حق دول الخليج، دول العربيه، وخذيناه احنا في فتره المدارس يعني ايام الدراسات العمليه وكذا. ولكن الفن هذا هو يدوي، في صعوبة شوية في بداية التعلم ماله، يعني نوع يتعلمه، ولكن بعد الممارسة الواحد يجيده يعني ويكون شيء سهل.
لحظة ذكرت ان احنا اخذيناه ايام المدارس. اي نعم. اللي هو الحفر على الخشب وكنا نستخدم هذا هم بعد، والطرق اكو بالنحاس والهذا، كانت مبادئ. اي كانت شغلات بسيطة. تذكرها؟ في الدراسات العملية يعني. صحيح. والى الان يستخدمونه، بس الان انزلت اللي هي الاجهزة الكهربائية يعني غطت على اليدوي هذا. شنو المادة الاساسية في فن الاركت استاذ وسام؟ المنشار. استاذ. اي. المادة الاساسية هذا المنشار. اي. هذا واحد. أيه. وتكلفته ما في تكلفة، يعني شغلات بسيطة، هو الصمغ خلينا نقول والورق والخشب والدرنفيس مثلا يعني ودريلات، شغلات خفيفة ما فيها تكلفة كلش، يعني انه واحد يقدر يستخدمه. المنشار هذا هو اللي تحدد فيه الشكل اللي انت تريه على الخشب. أيه. هذا طبعا هو هنا في المنشار في سماكات. نعم. يعني كل ما تضعف او يضعف السلاح اللي موجود هذا فيه يعطيني شغل انظف واحسن. وهني تتعاملين هم بعد مع سماكه الخشب، كل ما تزيد سماكه الخشب وينقص المنشار عندي يضعف، معناته يعطيني جوده في الشغل احسن. طبعا هذه يبي لها ممارسه، ان واحد شلون يشتغل ما بين سماكه خشب وضعف المنشار. نعم. يعني شنو المطلوب يعني، او شنو يبي له فن الاركت استاذ اسامه حتى الواحد يتعلم يعني هالشغله هذه ويصير يعني محترف مثلك فيها يعني. الله يسلمك. فن الاركت في البدايه هو من مراحل عمريه ما بين 8 سنوات الى ما شاء الله يعني الواحد يقدر يتعلمه، لكن عشان نقول احنا فن الاركت، هي كلمه اركت معناته ارت كت، فن القطع. نعم. وهي متفرعه، في عندنا فن الايات القرانيه او فن الكتابات، عندنا شيء ثاني اسمه فن المجسمات، فن البروتريهات، القص واللصق، وعندنا فن النحت. الاركت في فن النحت مثل ما موجود احنا عندنا في الشراع الموجود اللي البوم الكويتي. هذا كل هذه الفنون هذه مع ممارستك لهذا الفن انت هني تبدع، لان فن الاركت في ميزه حلوه صراحه يعني. واحنا جربناها، انا اعطيت دوره حق الداون، جمعيه الداون. إيه؟ اعطيناهم دوره. انت عارفين الداون فيهم شويه حركه. نعم. فن الاركت سبحان الله من ميزته انه ياخذ الطاقات السلبيه ويعطي طاقات ايجابيه، يعني يعلم على التركيز، لان انت قاعد تشتغل بيدينك وبعيونك وبعقلك. زين. وتركيزك على القطع اللي قاعد تطلعين، فما في مجال حتى اللي يشتغل، ما في مجال حتى احد مثلا يسمع اللي برا او يركز مع اللي برا، لكن يركز على القطعه اللي موجوده معاه. نعم. فهذا من ميزته هو فن الاركت يعني. حلو جميل. الفن اللي موجود اللي هو فن الاشراع النحت اللي مسويه. ايه. نعم. على الخشب كنموذج اشراع الكويت. طبعا. كلمني عن التحفة الجمالية هذه. ان شاء الله. هذا العمل هو مشارك فيه انا في جائزة الدولة التشجيعية، وان شاء الله يعني يقبلوننا فيها ان شاء الله باذن الله. طبعا هذا دلالة على نصب تذكاري، يكون هو من خشب، خلينا نقول انواع الخشب اشتغلنا فيه، هو من خشب الزيتون اللي موجود فيه مع المعاكس الفنلندي. طبعا هي دلالة على الشراع الكبير، دلالة على يعني ان الحاكم فيها سمو الامير حفظ الله ورعاه ولي عهد الشراع الصغير، الدانه هي الكويت اللي حفظها، وهذه فلسفتي انا في هذا النصب كتذكار يعني. حلو جميل. يعني مثل هذه الشغلات الفنيه الرائعه استاذ اسامه، يعني هل عندك نيه ان شاء الله تشارك فيها خارج الكويت؟ عندك اعمال ايضا جديده راح تشارك فيها؟ طبعا احنا لله الحمد هذه السنه الثانيه في صدد ان احنا نكون في قرية الشيخ زايد التراثية في أبو ظبي. نعم. إن شاء الله إحنا آخر الشهر يوم 28 مع الوفد من مجلس الوطني، طبعا إحنا في هذه الساعة نسلم على المهندس علي اليوحة والمراقب المعارض الخارجية الأستاذ سلمان بولند. نعم. والله الحمد أنا مشارك معاه الآن هذه السنة الثانية في قرية الشيخ زايد. وزارة التراثية. الشباب بعد لها دور معاكم ممكن. نعم. وزارة الشباب لها دور. وزارة الشباب طبعا. إحنا طبعا أنا هني يمكن في الساعة
مقدم لوحة من فن الأركت وفن البروتريهات إلى الشيخة وكيلة الوزارة الشيخ زين الصباح. زين الأمانة هي من الناس يعني أو من الشخصيات اللي تدعم الفنانين والموهوبين يعني في الفنون جميعا. يعني هي في لها بورتري جميل جدا. نعم. أنت مسويه من نحن الخشب هذه. شو كثر أخذ منك وقت؟ طبعا أنا هذا الفن البروتري يأخذ نص ساعة. هو احفره بالخشب بالمنشار اليدوي هذا اللي تشوفينه نص ساعه ياخذ تقريبا نص ساعه. اذا كانت تحفه جماليه لكن انت الشكل الشيخه زين انت البورتريه حق وجهها مجسم وجهها البورتريه هو هذا هو ياخذ انا معي نص ساعه شغل ما شاء الله عليك. في اعمال ثانيه صجيها بسيطه لكن تاخذ وقت معي ساعه ساعه ونص لان انا متخصص في البورتريهات. نعم استاذ اسامه شلون قاعد تلين الخشب يعني قاعد يصير طين بيدك يعني؟ طبعا هو يعني الخشب انت لما تيجي ترسم الرسمه الطبيعيه او الكتابه مثلا الحين الان بالاول كان الصعوبه ترى ما في اجهزه كمبيوتر كنا يعني كان نروح حق الخطاط يخط لنا الشغله وكذي. اما الان موجوده الكمبيوتر يعني وسائل كثيره فتساعدك انك انت تشكل الخشب بيدينك وانت هم بعد فكر مالك انت تركب عليه يعني اللي تبيه. هذا من ميزات الفن الاركت انك انت شلون تطاوع الخشب وتطلع منه تحف فنيه يعني بالاخير. نعم هاي شغلات الحلوه. عموما اخوي اسامه بما انك انت يعني فنان وتحب الفن عندنا فرقه القصر الاحمر موجودين معنا في اسواق المباركيه نروح نسمع اغنيه شعبيه من التراث الكويتي ونرجع مره ثانيه. خليكم مشاهدينا في هذه الاجواء الاسريه الجميله في اسواق المباركيه. Yeah.
مشاهدي الكرام تواصلي معاكم في أسواق المباركية مع فرقة القصر الأحمر والأجواء الجميلة الحلوة، وكذلك أن بتوجيهات من مسؤولين في وزارة الإعلام من يعني كل خميس جمعة إحنا موجودين معاكم في هذا المكان من الساعة 8 للساعة 9، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 للساعة 9، الأجواء الحلوة الجميلة، الفرق الشعبية اللي موجودة كل أسبوع في فرقة، الخميس فرقة والجمعة فرقة، وكل هذا للمواطنين والمقيمين اللي موجودين معنا وهلنا من دول مجلس الساعة. لكن مسابقاتنا وأسئلتنا حق هالجمهور الطيب اللي موجود معنا، راح ناخذ أول متسابق موجود معنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلم عليك. بسام العوة من السعودية. حياك الله أخوي بسام، كيف حالك؟ أول شيء ايش رأيك بأجواء المباركية؟ والله عجيبة، اللي ما يجي اللي ما يجي المباركية ما جا الكويت. زياراتك دائما؟ والله صار لي سنه من مايك يعني. ممتاز، احنا بنسالك سؤال وركز، ما دام انك من المملكه العربيه السعوديه، في اي عام انطلق معرض الكويت الدولي للكتاب لاول مره؟ ركز ها. 1965 1985 1975 مساعده شيء. 1965 1985 1975 1975 اكيد اكيد ثبت اكيد. والله تستاهل، سلام لنا اخواننا من المملكه العربيه السعوديه. حياك الله مشكور. ناخذ متسابق اللي بعد. حياك الله، تفضلي تفضلي، مساك الله بالخير. هلا والله، يعطيك العافيه. الله يعافيك. سؤالنا سهل بس خليك قدام الكاميرا. من هو المسؤول الاول والمباشر عن رحله الغوص وقد يكون في القالب مالك السفينه، سفينه الغوص؟ ها ركزي معي، جدمي شوي قدام عشان تقول قدام الكاميرا. هل هو المجدمي ولا السيب ولا النوخذه؟ نوخذه. ما شاء الله عليك، والله فعلا نوخذه. حياك الله، مبروك هالمكافاه الطيبه هذه. حياك الله، تفضل، مساك الله بالخير. يا هلا ابو شلون، يعطيك العافيه. الله يعافيك. سؤالنا ما يبي له شيء وسهل، ركز معي ها. في اي عام تم تاسيس سوق الكويت للاوراق الماليه او البورصه؟ زين، في الكويت الرسميه في اي عام؟ 1982 1972 1962. واخذ المكافأة. 82 82 72 62 62 تأكد؟ والله صح عليك بالعافية، هالمكافأة الطيبة هذه، مبروك حياك الله. ناخذ متسابق اللي بعده، تفضل، مساك الله بالخير. شكرا بالنور. هلا يعطيك العافية. عافيك الله يسلمك. تعرف عليك عبد الله كيف. ونعم من دولة قطر. نعم صحيح. والله مليون نعم، حياك الله اخواننا واهلنا من دول المساعة والخليجي، حياك الله. نسألك سؤال، أول شيء ايش رايك بأسواق المباركية؟ والله لا يعلى عليها صراحة. أول مرة ولا دائما تسوق المباركية؟ والله كذا مرة. ممتاز ممتاز. أبي عندكم أنت سوق واجف يا حالاته بقطر، نفس الشيء بالمباركية؟ شوف الكاميرا معك. والله يعني أبي أسألك سؤال. تفضل. وإن شاء الله تاخذ هالمكافأة وتسلم على أهلنا من قطر. ما هو أول نادي يؤسس في تاريخ الكويت؟ النادي العلمي، النادي البحري، أو النادي الأدبي؟ والله الكويت أهل أدب، أعتقد الأدب. والله ما شاء الله عليك، يعطيك العافية، هالمكافأة المالية هذه لك، عليك بالعافية وسلامنا لهنا وإخواننا في قطر. حياك الله طال عمرك، مشكور حياك الله. ناخذ المتسابق اللي بعده، تفضلوا، نبي المتسابق اللي بعده، تفضلي، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. شوفوا الكاميرا هناك، سؤالنا ما يبي له شيء سهل، سؤالنا سهل ها. من وين انتم؟ من الكويت. من الكويت، حياكم الله. ما اسم ثاني مدرسه نظاميه في تاريخ الكويت؟ ركزوا معاي، بعد المدرسه المباركيه. هالمكافاه هذه لكم، ها بجهزها هني، بخليها هني لكم، بس ركزوا. المدرسه الشرقيه، المدرسه الاهليه، المدرسه الاحمديه. الاحمديه. ها شو تقولين؟ الاحمديه. اكيد اكيد. قلنا ثلاث مرات الاحمديه 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 الاحمديه. الف مبروك حياك الله، يعطيك العافيه، مبروك. ها ما شاء الله عند الجمهور. مشاهدي الكرام راح نطلع فاصل ونروح موقع اخر في اسواق المباركيه. We'll be right back.
شكرا لزميلنا نجيب القحطاني على هذه الأسئلة الخفيفة والجوائز اللي مقدمة دائما من وزارة الإعلام. إخواننا المسؤولين في وزارة الإعلام حريصين جدا على تقديم هدايا نقدية عينية إلى إخواننا اللي يفوزون في المسابقات الخفيفة والجميلة اللي يقدمها زميلنا نجيب القحطاني، بالإضافة إلى إعطاء مساحة كبيرة للفرق الشعبية الكويتية من خلال وزارة الإعلام إن يقدمون الفن الكويتي التراثي الراقي لجمهور المباركين وأيضا اللي يتابعنا عبر الفضائية الكويتية. نوعدكم أن في كل مرة تكون معنا فرقة كويتية تقدم الفن الكويتي الأصيل من خلال تعاون مستمر مع وزارة الإعلام. هذا يدل على إصرار وزارة الإعلام وقياديها الكرام على المحافظة على التراث أو الموروث الشعبي الغنائي الكويتي من ضمن أو من خلال برامج التلفزيون وبرامج الإذاعة لوزارة الإعلام الكويتية. نستكمل حديثنا مع الأستاذ أسامة الجاسم مصمم الديكور الداخلي المنزلي. خشب كويتي أصلي، نحت على فن الأركت، وعطنا كمان واسم حصة. شنو سر اسم حصة في كل الموجود عندي؟ ما أدري شو سر. بنتك ولا المدام؟ لا والله، لا هذه ولا حق زبونة لو تدري الحين. نعم. لأن إحنا تدري إحنا كل أغراضنا الحين شحناهم حق أبو ظبي يعني. نعم. فاللي عندي هذا يعني ملوت اللي نشتغل فيهم حق الزباين يعني أكثرهم. حلو، شيء جميل. من قبل شوي تكلمنا عن التحفة الجميلة اللي هي تمثل الشراع. إيش؟ وذكرت ان الشراع الكبير يمثل حظ صاحب السمو، والصغير يمثل الشراع الصغير هو ولي العهد، واللي يكمل هم بعد هني الدانة الموجودة هي لان الكويت لو حد يحافظ عليه مثل الدانة. شنها فوردي هنا. طبعا هي فوردي صح كلامك. انا يعني لو ناخذ احنا من الجهة هذه تشوف الشراع وتشوف الشراع الصغير من هالبطن هذا ونشوفه من هالجهة هذه ومن هالجهة، فهو يصير كنصب تذكاري ينحط. طبعا هو من خشب الزيتون مثل ما احنا شايفينه هذا. أيه. وهذا اللي هني خشب المعاكس او الفنلندي هذا. نعم. اللي موجود فيه فيعتبر منصب يعني تذكاري يصير حلو يعني. هذا يدل انك محترف وفنان، نفتخر فيك دائما اسامه والله. وفالك ان شاء الله جائزه الدوله التشجيعيه ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسعدك ان شاء الله. نعم. استاذ اسامه الجاسم مشكور ونتمنى لك كل التوفيق وشكرا على الهدايا الجميله اللي اعطتني اياها. الله يسلمك. على اسمي واسم زميلي سعد. يلا يعطيك الصحه والعافيه، شكرا جزيلا. ويقول لك المخرج وين اسمه، ويقول لك المخرج الثاني وين اسمه. هذا والله على عجاله يعني احنا اليوم سوينا. الله يعطيك الصحه والعافيه يا اسامه، وان شاء الله يعني الله يوفقك في رحلتك القادمه الى ابو ظبي. طبعا احنا نشكر اول شيء تلفزيون الكويت انه دائما هو متابع للفنانين والحرفيين الموجودين في الكويت، وهذا طبعا ما يعني يحافظ على موروثنا وعلى تراثنا الكويتي. وشاكر لكم الف شكر خدمتكم. الله يعطيك الصحه والعافيه. شكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. غدا ان شاء الله من الساعه 7:30 لغاية 9 مساء من خلال فرق شعبية وفرق شعبية، وأيضا عندنا فقرات متنوعة في أسواق المباركية. الكلمة الأخيرة عند منال. يعطيك العافية سعد. يعطيك العافية أخوي نجيب، ما قصرت على الفقرات. نطرنا باكر الساعة 7:30 مع ضيوف وفنون ومواضيع جميلة وفرق شعبية، ونشوفكم على خير. فمال الكريم.